لتدعيم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجزائر والبرتغال، افتتح خط جوي جديد يتيح فضاء اقتصاديا بين البلدين، والذي يؤسس لقاعدة صلبة للتعاون والتبادلات التجارية والسياحية. وأولا لشبونة، لأن عندنا فرص تبادل هامة جدا ما بين البلدين، إن على مستوى الاقتصادي أو تبادل فيما يخص الغاز الطبيعي، أو تبادل كذلك فيما يخص الجانب السياحي، أو تبادل فيما يخص العلمي والثقافي. وخاصة لا ننسى أن ما بين البرتغال والجزائر فرص هامة جدا، وهو ما سيسهل ويفتح المجال لإبرام اتفاقية لتعزيز المجال السياحي الذي تمتاز به الجزائر والبرتغال. Nous sommes sur le point de signer un accord de coopération entre nos deux pays concernant le secteur du tourisme par rapport à la formation, par rapport à l'investissement, par rapport à la promotion, par rapport aussi à l'échange d'informations. الخط الجديد سيمنح فرصة للمسافرين الجزائريين بعدم الاضطرار لاتخاذ وجهات أخرى، مما سيخفض تكلفة أسفارهم. تحسين الاستثمار البرتغالي بالجزائر وزيادة عدد الرحلات بين البلدين ونشاط الوكالات السياحية يقدم فرصة كبيرة لاكتشاف البلدين. وفي إطار تشجيع الاستثمار خارج المحروقات، سيتم إمضاء اتفاقيات جوية وبحرية لتدعيم لا محالة الاقتصاد والاستثمار خارج المحروقات في الجزائر.